على العافية، اسمي سليم منصور، بشتغل بالدهان من 15 سنة. لما بدي الحيط يكون ابيض على الاخر مع قدرة تغطية عالية عشان تخفي اللي لازم، بستخدم بس اكفانير اكسترا من نير لات، اللي بميزه قدرة التغطية الكبيرة، وهذا الاشي بيسمح لي استخدم اقل دهان لمساحة اكبر. بدكم تدهنوا البيت؟ اسألوا معلم الدهان سليم منصور بكل الحالات، بس نير لات.